أرجو أن تشرح لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. نعم، بدأ الإسلام بمبدأ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم غريبا، حيث لم يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا عدد قليل في مكة، ثم استمر صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويسلم معه الأفراد إلى أن كثر أتباعه صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم هاجروا إلى المدينة وكثر أتباعه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة المشرفة. فهو بدأ في الأول قليلا ثم ما زال يتزايد حتى أتمه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فبدأ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ومن ضعف ثم تزايد وقوي واشتد حتى أتمه الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ. يكثر المرتدون عن دين الإسلام، خارجون عن دين الإسلام من الفرق الضالة والمخالفة، ولا يبقى على الإسلام الصحيح إلا عدد قليل كما كان في أول الإسلام، وهؤلاء يسمون بالغرباء لكثرة من يخالفهم. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. إلى من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.